بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. إخواني أخواتي، شعب الجزائر، الأمة الإسلامية تعرفون ما معنى ثورة الجزائر؟ وهي قرن واثنين وثلاثين عام احتلال. لما قاموا الرجال، حملوا السلاح، قاصدوا الجبال إلا لتطهير أرض الجزائر من أعداء الله وأعداء الأمة الإسلامية، وهي دولة فرنسا. أردوا على هذه المهتوها، أردوا على هذه الكافرة، نقول لها: اسألي أجدادك كم قتلوا في الجزائر، كم اختصبوا من أمهاتنا هنا في الجزائر. نقول هذا البرلمانية الزنديقة الذي ما تعرف ما معنى أجداد الجزائر، هم اللي طردوا أجدادك، هم اللي قتلوا أجدادك، أنها كانت معركة حق، أنهم أجدادنا. هذا النشيد اللي راكي تكلم عليه، قسما يا فرنسا، ذهب يوم العتاب وجاءك يوم الحساب. وربي الكعبة لنا بعدمائنا بإذن الله تعالى. أنا نرد على هذا البرلمانية، نرد عليها منها من أرض الشهداء، منها من أرض الجزائر، منها من أرض الزعماء. احنا أهل الرباط، أهل الكنانة. سقتي جزادك، قولهم واش فعلوا في الجزائر. تنتقدي النشيد هذاك، راه دحرة عندك هنا وعند اللي خلفوك وعند اللي ولدوك. خوتي، فرنسا عمرها ما تحبكم، نعلت الله عليها اليوم الدين. فرنسا عمرها ولا حبتك على زينك وكحل عينك. فرنسا قتلتك، فرنسا اسباتلك، فرنسا جوعتك، فرنسا دلتك، فرنسا استعمرتك. أيرد هذا الشيء؟ هذه برلمانية لورمان، هي من بني صهيون، إخوة القردة والخنازير. يا شيخ إبراهيم، هادو ملة الشرك، ملة الكفر. هادو ولن ترضى عنك النصارى ولا اليهود حتى تتبع ملتهم. يا أخي، حتى تتبع الملة انتهم عاد يرضوا لك. النشيد يبقى أخي حتى تقوم الساعة بإذن الله تعالى. وان تو تري فيفا لالجيري. تحيا عمي تبون، تحيا الجيش الوطني الشعبي، وتحيا قيادة الأركان، وتحيا شعب الجزائر. الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء كنت على الحركة وولاد الحركة.